وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحية، يعني بالطبع ثورة 30 يونيو كانت ثورة الشعب خرج لتصحيح مسار سياسي بشكل أساسي ضد جماعة الإخوان الإرهابية، ولكن أيضا هو ثورة ضد وضع اقتصادي كاد أن يأخذ بمصر إلى حافة الهوية. مساء الخير لحضراتكم. اسمحي لي بقول لحضرتك ولكل مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بألف خير في يوم من اعظم ايام التاريخ للدولة المصرية. انتصار مصر حققته على اكبر مؤامرة في التاريخ الحديث على اصحاب المؤامرة، وكان الذراع الخاص بهم الا وهو الجماعة الارهابية ما بتسمى بالاخوان وليسوا مسلمين. نعم. طبعا كان للاسف بيستغلوا الوضع الاقتصادي بعد ايضا ما تمكنوا بانه يكون في للاسف تفكيك للدوله المصريه والسيطره على مقالب الامور كلها واركان الدوله. نعم. وخلقوا ما يسمى بالفوضى الخلاقه حتى يؤثروا على المجتمع المصري. صحيح. ده كان واضح جدا امام اعين الناس. ليه؟ لان هم كان عشان يتمكنوا من الدوله لازم يخلقوا حاله من الارتباك وتشتيت الناس علشان ما يقدروش يكونوا قادرين على النهوض مره اخرى. نعم. ولكن أنعم علينا ربنا سبحانه وتعالى، يوم 30 يونيو تجمع الناس أكثر من 35 مليون واحد أثبتوا إن هم يحافظوا على مصر. صحيح. ليه؟ لأنه شافوا إن مصر بتفقد منهم. الدولة لما كانت فعلا في احتياج لتصحيح، لما نزل الناس دي كانت أول مرحلة من مراحل التصحيح للوضع الاقتصادي. صحيح. بعد كده الرئيس لما تولى مقاليد الحكم الرئيس السيسي قال كلمته المشهورة: خلي بالكم هتتعبوا معايا علشان نبني البلد تاني. نعم. وفعلا قد كان ان احنا في 8 سنين ابتدينا نعيد الامور لنصابها، والحمد لله النهاردة وضعنا الاقتصادي في الاوضاع العالمية او في ظل الاوضاع العالمية اللي احنا فيها نحن في ثبات على اقدام فعلا قادرة على ان احنا نتصدى للعديد من يعني التحديات او الصعوبات اللي بتجينا من الخارج. نعم، يمكن الأرقام بتتحدث، يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما تولى رئاسة مصر كانت الأرقام وحتى تقديرات وشهادات مؤسسات دولية لمصر والاقتصاد المصري كانت كل جميعها سلبية. اليوم نتحدث عن تطور كبير ونظرة مستقبلية مختلفة تماما لمنظمات أو مؤسسات التصنيف الائتمانية الدولية للاقتصاد المصري، وأيضا معدلات البطالة ربما كنا نتحدث حينما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي في معدلات بطالة تصل إلى 13.3%، اليوم نتحدث عن 7.4%. كيف استطاعت مصر في خلال هذه السنوات في ظل ما ذكرت من وجود أزمات عالمية بتؤثر على أعظم الاقتصادات إنها تحقق كل هذه الإنجازات أو هذه الأرقام الإيجابية؟ خليني أقول لحضرتك ما ذكرتيه يعني مشكورة في الحديث، نظرة المؤسسات الأجنبية للوضع المصري. كان من أهمها شركات التصنيف. التصنيف الشركات دي بتقيس قدرة الاقتصاد قد إيه قادر على السداد وقد إيه قادر على أن يكون فيه تعاون وشراكة ما بين المؤسسات وما بين الدولة المصرية. أذكر حضرتك كان في أيام حكومة الجماعات الإرهابية أن طلبنا قرض من صندوق النقد الدولي، رفضوا لأن قالوا كده بمنتهى الصراحة والإيجاز إن الوضع الاقتصاد داخل الدولة المصرية والمجتمع المصري غير مستقر، رغم إن كان بيتحدثوا عن السياسة إن أنتوا شجعوا الناس تنزل في الشارع، فكان في تضارب في هذا الأمر. خليني أؤكد على كلام حضرتك إن فعلا الرئيس لما أخذ البلد كان تقريبا مؤشر البطالة قرب ال 14%، النهارده إحنا بنتكلم تقريبا قرب ال 7%، رغم إن إحنا في مشاكل في الاقتصاد العالمي. خليني اقول لحضرتك على الاحتياطي النقدي الاجنبي، الرئيس استلم البلد تقريبا ب 12 او 13 مليار دولار، النهارده بنتكلم بعد الازمه العالميه وبعد ما وصلنا ل 45، النهارده بنتكلم في حدود ال 35.5 مليار دولار. نعم. بكلم حضرتك على الاستثمارات سواء المباشره او غير مباشره، نحن الحمد لله في تحسن، نحن الان الحمد لله لنا علاقات مع المؤسسات الدوليه ترفع من قدره الخدمات والتصنيف الائتماني لمصر. الحمد لله ده بفضل المجهود الكبير اللي بتقوم به الدولة المصرية. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.